مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير فطاير بوقت كتير كتير بسيط، وطريقتهم كتير سهلة ورائعة وعن جد بيشهوا، بينفعوا كتير للعزومات هيدا وبينفعوا لطلاب المدارس. ليكم لنا شكل فطاير بالجبنة والخضرة، شايفين شكلها بعقد وكتير كتير طيبين، شايفين هالشكل الحلو، ما بياخدوا معنا وقت بالتحضير. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي موجود عنا جزرة قطعتها بهيدا الحجم كتير صغيرة وبازيلا. بدنا نسلق الجزر أول شي، حطت حوالي كوبين مي فوق الجزرة، هلأ بسلقهم 5 دقايق تقريبا، بعد 5 دقايق بحط فوقهم البازيلا. بعد مرور 5 دقايق هلأ بحط البازيلا. البازيلا ممكن تستعمله متلج أو فريش، ما في أي مشكلة. كمان بسلقهم مع بعض، بسلق البازيلا هلأ دقيقتين، ما بدي البازيلا كتير تهلط، ما إياها تضل هيك شوي شكلها محافظة على شكلها. بعد مرور دقيقتين على سلق البازيلا هلأ بطفي الغاز وبصفيهم بالمصفاي. بعد ما صفيناهم بالمصفاي شو بعمل؟ بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة. بس بردوا بحرارة الغرفة البازيلا والجزر هلأ بضيف فوقهم جبنة مازوريلا، ممكن تحطوا جبنة تشيدر ما في أي مشكلة. حركهم مع بعض. خلطهم منيح. اذا بتحبوا ضيفوا شوية ملح وبهار ما في اي مشكلة، بس انا حبيت اتركهم زي ما هني افضل. بس حركتهم وبحطهم على جنب. عنا هوني مي وملها الطعام زبدة دايبة. هلأ بدنا نبلش طريقة الحشو. عندي هيدا خبز التوست، بعمل بشيل الحرف بهيدي الطريقة. بعملها بالشوبة. صارت عندي بهيدي السماكة. هلأ بحط من الحشوة أول شي بدهن الأطراف شوي مي لتلزق عنا العجينة ببعضها منيح. ونحط من الحشوة. نطويها. بضغط عليها منيح بالشوكة. هلأ بحطها ورقة الزبدة. كمان رح نعمل مع بعض وحدة تانية. شيل الأطراف. بالشوبك. منحط شوي مي على الأطراف. نحشيها كمان. كمان منسكرها نفس الطريقة. بحطها على ورقة الزبدة.
هول الفطاير بعد ما حطيتهم على ورقة الزبدة، عندنا هون ملعقة طعام زبدة دايبة، ندهن الوجه بالزبدة. عم حمل الفرن على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل. هلأ بدخلهم على الفرن. هول الفطاير أخذوا بالفرن حوالي 13 دقيقة، هيدا الشكل النهائي. كتير سخنين، شايفين منا شكل بشهي. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.